شاركت غرفة تجارة وصناعة البحرين في أعمال مؤتمر ومعرض الأمن الغذائي العربي 2023، والذي يأتي تحت عنوان الصناعة الغذائية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي العربي. هذا وعقد المؤتمر تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس في مدينة مراكش بالمملكة المغربية بحضور عدد من كبار المسؤولين. جاءت مشاركة غرفة البحرين في مؤتمر ومعرض الأمن الغذائي العربي 2023 في مدينة مراكش بالمملكة المغربية إيماناً بالنهضة التنموية والاقتصادية التي تشهدها المغرب وما أحرزته من تقدم كبير في المجالات الزراعية وخاصة الغذائية، وتمت مناقشة العديد من القضايا المحورية في هذا القطاع الحيوي. رفع وتيرة التجارة البينية في الغذاء بين الدول العربية ومعالجة المياه واستغلال التكنولوجيا في التطوير الزراعي في شتى مجالاته، خصوصا هناك كثير من المقومات في الوطن العربي أن يكون عندنا هناك اكتفاء ذاتي تكاملي بين الدول العربية. المنطقة العربية تقدر أن هي تغير ده بشكل كبير، تغير ده باعتماد سلاسل إمداد مرنة، وده يحتاج إلى قدر كبير من الرقمنة، والرقمنة هي أحد مفردات الثورة الصناعية الرابعة. محتاجين قدر كبير من الابتكار، محتاجين قدر كبير من ريادة الأعمال في المجال الزراعي. هذا المؤتمر هذا ليس اعتباطيا، ولكن بالمكانة ديال المغرب، بالرؤية ديال المغرب، بالاستراتيجية ديال المغرب، بالعمل ديال المغرب، بالحوافز المقومات اللي قدمها المغرب، سواء المستثمرين أجانب أو مستثمرين مغاربة، فيما يخص يعني في نطاق الصناعات الغذائية وفي المواد الغذائية، الأمن الغذائي، هذا كله كذلك في البرامج اللي ديال المغرب الأخضر، البرامج اللي كتساعد أن المغرب كيحاول ما أمكن أنه يحقق الاكتفاء الذاتي. تم التركيز في المؤتمر على تبني مشاريع البنى التحتية التي تخدم القطاع الزراعي، مع أهمية تعاون الدول العربية في إنشاء نظام تبادل المعرفة الإلكتروني والابتكارات الزراعية بهدف تسهيل التعاون بينهم. اللاعب الأهم في الموضوع كله هم القطاع الاقتصادي وقطاع رجال الأعمال والاقتصاد، هم اللي راح يحركون ملف الأمن الاقتصادي والصناعة الاقتصادية. الصناعة الاقتصادية مهمة، الصناعة الاقتصادية هي اللي تجلب الأمن الغذائي العربي. الدول العربية ما شاء الله إذا تحط طاقتها مع بعض فيها الابتكار وفيها النمو وفيها المجال إن إحنا نقدر نركز على أكثر تكنولوجي اليوم موجود علشان نطور الأمن الغذائي، من الزراعة، من استزراع الأسماك، من كل الطرق. تضمن المؤتمر دعوات بإنشاء بورصة عربية سلعية وإنشاء صندوق عربي للأزمات، مع ضرورة إقامة البرنامج العربي للغذاء لمساعدة ضحايا الكوارث والأزمات الغذائية الطارئة، وخاصة في الدول العربية الأكثر تضرراً.